مصر في انتظارك. شيلوا طنطاوي يحطوا حروف، شيلوا طنطاوي يحطوا حروف، يمكن يحكم بالمعروف، يمكن يحكم بالمعروف. لا في رهبة لا في خوف، لا في رهبة لا في خوف. لا هات القلب كلاشينكوف، لا هات القلب كلاشينكوف. واعتقلوني اعتقلوني، اعتقلوني اعتقلوني. مش هتشوف الخوف في عيوني، مش هتشوف الخوف في عيوني. الشعب يريد الاسقاط على مصر فارغ. اقول بس حاجه صغيره جدا يمكن تكون غايبه عن الجميع او ممكن كتير مننا عارفينها، ان اسرائيل لا تريد انهاء الصراع الاسرائيلي، لان معنى انهاء الصراع الاسرائيلي هو نهايه اسرائيل، فهي تدير الصراع ولا تنهيه. لذلك احنا عايزين نثبت لاسرائيل ان دم المصري مش رخيص. لما اثنين مننا او ثلاثه او عشره او كان على عشرات السنين كان بيموت جنود مصريين على الحدود وعصمت النظام السابق، وياتي الان يصمت ايضا النظام الحالي الذي لم يسكت على هذا الاداء. وقرات منذ بضع دقائق على بعض المواقع الالكترونيه ان المجلس الحاكم العسكري